هنا مثلا هي قال عقيب اللي العصر يتعيش ونزمير قال الكرب ودشوا لما ليلان يقرد الرسول صلى الله عليه وسلم خصف كان مثلا من المعجزات وين يزدف كاسد ربي سبحانه وتعالى أغبي السكالي الغيب إن تسيأتي على الناس سنوات خداعات إن أد يسيون الوقف غفي عباد إن الأعوام تخدعين سنوات خداعات يكذب فيه الصادق ويصدق فيه الكاذب ويؤتمن فيه الخائن ويخول فيه الأمين وينطق فيه الرويبضة. قال عمر الرويبضة يا رسول الله قال الرجل التافه يتكلم في أمور الناس إن الأعوام قد يخدعين إن شو نهدر تيذة سفر نشكدي ونهدر نكفسر نهدر تيذة وين ممان أثر من الخائن وين لن الخائن أثر من ممان إن دو دهدر أدهدر أن ولي يهدرنا في الأمور العباد ينتد التافه الرجل التافه وننظر على سيدي شرقي ينتظر عند اهل القبله نسالي كتش من الامور نسالي تهدى في الامور منهم اذا اي مثلا انا عقيب اللي مقاس العصر اللي يتعيش قول خص السلام في تمثال تضييع الامانه مثلا تصور كاع الامانه ومزمان ادنينا ويش انشتاق ذي الفعايل من المره اما ذي كثير اما تسوق رضا اما ذي خداع اما ذكر الوالدين اما ذي غير الجيران اما ذي تشيف الخير اما ذي كل مره أكو ذي الرشاوين ذي الربا ذي الفعيل ذي الخمور ذي ماشي دينك نخول في سيدي ربي ونعوصات سيدي ربي ذو بزالة زيلة أم كان الطيب نقول من بعد ذي أني الفخير أم كان الطيب نقول ما نسمع قي الهلاكات ماشي ذي نقبي عقيد الدنيا ماشي ذي نفروني قل لا هي كاث الغلاوي ماشي ذي نقبي عقيد السمراء ضغية في تجارة الصور معي عارف ازديف كاس دابر ولي خمسة دقائق كل شهر يوضع القاعة كل شهر يروح من بعد اسم القرى أنسيدي كوية لا ذين بالقيسي فالسنوية مثلا سيد ربنا عزيز سبحانه وتعالى قال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كذلك ذين بالقيسي فالسنون إن دي نتصية ونتصية ونعفية كم؟ إذن ثقوية ربنا كل يولد يغرق ريمانيس كل يولد يزي غريم ونتسموا هارد قوغرنا البلاغي يغيوغن نكون يغيوغن داشو غن البلاغي يغيوغن نتسموا هيدا نتسموا هيد نتسموا هيد قوغرنا نتسمى قرن كل يولد يتسمى قرن العيوف الغير نظر لا خطر شيميا أخذ ذيك فينا يفين أن نتسمتسات العيوف نغيش نتسمتسات من كل يوم يتسمى قرن العيوف الغيرس واكدي منك شي العيفي إذن من كل يوم الذي خسر العيفي العيفي سنسا مريم مقلود ميس دير مريم ماشي كانت تشكو حديثة يمشون ألي مقل مغدود ميس الذي سيرد مقلود الذاخي مقل الذاخي مقل العيوفي مقل العيوفي من كل يوم الذي خسر الذي خسر العيوفي وذي ذا عرسي دي ربي هذا سدي سكن العيوفي سكن لذا ثني رقع من كل يوم دينا يلقد يلهيم ذيما نسكا باش أنا رقع من غيرات سيد ربي الخلق سبحانه وتعالى أن صفي نصير من غيرات سيد ربي يراد النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله سيد ربي تجدل في الله وين العالم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم ما يعجبه نذو تسقون صغير أو نغير تمسل غروين العين غير تمسل تمسل نون تمسل نون من كل يوندي أذي الهدي ما نسد يغير ما نسد يقرد ينوفي للزفر ذلوسين خانس ليو تولستاي فلاس يعفور بذين شي مجموثة 1910 أم كدينا إند شوالي غلا يفاد فغانا كوض غير الموند مرة غاكو إند ولكن دو في غارة ولا ري غير لي مانيس وانا إلي هدي مانيس وما دام ونغير راه غي مانا أكان غير نعيش دقوينو نيهارا كلش ديك فاس نغير لها أكان غير مثلا ماذا قلنا نزيد أفي مانا نرقع مانا نربى غير ونغا في فريد الدين نعاش دي في حيات نتسالي الجواب لا مغدي شي مالي حرام دائما ناس نقرو أنت سوي الحلال ذا الحرام ذا قيمونا أنت سوات سيدة ربيان أما ذا قيمة أما ذا قواس سيدة ربيان غدا رزق ذي سبعي سنوات إذن سندي قال لك إن دولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا إن دولو كان العباد إن دولو كان ومن تسوى ذنية لو كان العباد ومن تسوى ذنية ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. إن دزت تحر فركة ذي ناس نتحر أي فركة ذي القاع. إن دول كل ماذا قلنا خول فنية. إن دزت نعمل شوي نخدم من أي نخدم من ذنوثنيا ذن الدزيكنا كفلس. كايت مثلا رجع يا ربي من المؤمنين حق ديالها رجع ربي تقول لك يسعان يا من انا يت مثلا رجع ربي تقول لك يقضوا عن سيدي ربي يقضوا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقضوا تقول لك كما قال العيوف كما قال العيوف الغير نسل أرجع ربي من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.